إنجاز آخر للقطاع. اليوم أول مزود خدمة إنترنت، أول FSC وهو توبنت انخرط في استراتيجية الوزارة للانتقال للنسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت لـ PV6. هو مشوار انطلق في نوفمبر 2021. الوزارة من أحدثت لجنة وطنية للتسريع في الانتقال للـ IPv6، نسخات البروتوكول للـ IP. اللجنة هذه اشتغلت على معناها برنامج عمل اللي في فيفري 2022 في ورشة عمل بقطب الغزالة أعلننا على خريطة الطريق للتسريع في الانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الـ IP. في سنة 2023 3 مشغلي الاتصالات وأولهم اتصالات تونس انتقلوا لاعتماد الـ IPv6 في شبكة الاتصالات الجوالة مع معناها المستعملي شبكة الانترنت على الجوال. وفي أواخر 2023 نسبة استعمال الـ IPv6 وصلت في تونس 7%، واليوم بالتحديد النسبة وصلت 12.45%، وتخلي بلادنا معناها تترأس المنطقة في منطقة من شمال إفريقيا في اعتماد الـ IPv6، وإحنا جوست بعد رواندا في إفريقيا. وإن شاء الله معناها توا مع الـ ZFC مع مزودي خدمات الانترنت النسبة هذه بشتيد ترتفع، مستعملي خدمات الانترنت على الشبكات القارة شوالي وزادة كيف يعتمدوا الـ IPv6 اللي فيه ميزات مختلفة، ميزات متاع جودة خدمة، ميزات متاع فلويديتي في النافيغاسيون والإبحار معناها على الانترنت، ميزات أيضا متاع سلامة معلوماتية، خاطر بالـ IPv4 كان فما استعمال ولا مشاركة في الاستعمال لعناوين الـ IP. مع الـ IPv6 يولي كل مستعمل الانترنت عنده IP خاصة به، معناها وهذا يعاون كثير معناها في مجال السلامة المعلوماتية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. كيف معناها حتى معناها ترقيم تونس وتصنيف تونس باش يتحسن على خاطر ما بين الحاجات اللي ينظروا لها هي مدى اعتماد الدول للتكنولوجيات الحديثة، وإحنا توا نخموا جديا في التخلي على 2G في شبكات الاتصالات الجوالة، تعويض المناها الكويفر بالفيبر أوبتيك، التخلي عن الـ PV4 واعتماد الـ PV6، وهذه كلها حاجات ضرورية وحتمية باش هكاكا معناها أن تصنيف تونس وترقيم تونس على الصعيد العالمي يتحسن، وكاكا تونس تتموقع بشكل جيد على خريطة العالم الرقمية. نسبة اعتماد الـ IPv6 في تونس وصلت 12.45% في فيفري، نذكروا اللي هي في آخر 2023 في ديسمبر كانت 7%، منذ 5 أشهر كنا 0%، معناها مع 3 توازو بيغاتور وتوا مع لي زي في سي كي اون معناها انتغري لي بي في 6 لو تو ايلي باسي دو 0 12.45% او بو دو 5 موا. وتونس كما تشوفوا معناها ولات خضراء على خريطة العالم الرقمية، وشعارنا شعار المرحلة ليتس ميك تونيزيا جرين مي سيت فوا سي سور لا كارت ناسيونال انترناسيونال نيميريك. ولا شكرا.